وطبيب العيون عبد القادر المسعدي معنا في الاستوديو صباح الخير مرحبا سبحان بك سبحان دكتور صباح النور كيف الاحوال الحمد لله الحمد لله, لله. طيب نعود نتكلم امام المشاهدين عن اخطار اشعه الشمس نعلم اننا في فصل الصيف وفي نصف فصل الصيف في اخطار كثيره لاشعه الشمس لازم علينا أن تكون عندنا وقايه من هذه الاشعه نعم اولا الانسان لازم يعلم بلي اشعه الشمس يعني الاشعه اللي تجي من الشمس كاين اشعه اللي مرئيه والاشعه الغير مرئيه الاشعه المرئيه هي اللي تروح بين الازرق الى الاحمر واللي راهي بين 680 نانومتر الى 780 نانومتر هذه الاشعه مرئيه من الانسان وهذه ما تشكلش خطوره على البصر اما الاشعه التي تحت 380 نانومتر تسمى بالإلترافيولي فيولي كاين ثلاث انواع من الإلترافيولي فيولي كاين الالترا من صنف سي البي والا الاخطر منهم هي الإلترافيولي من نوع سي لحسن يعني الحمد لله السي هذه ما تدخلش للارض لان لاكوش تاع الاوزون تحمي على الارض باش تدخل هذه الاشعه من الصنف السي اما الالترا فيولي من نوع بي والا هذه تدخل للارض والا تشكل خطوره على الجلد اما الالترا فيولي من نوع بي هي اللي تشكل الخطوره الاكثر خطوره على العين تاع الانسان <applause> ولهذا لازم تكون وقاية ضد هذا النوع من الأشعة طيب في أمراض تسببها هذه الأشعة انت كثير من المرات تسجل حالات عندك في العياده نعم على كل حال نعم الاشياء هذو الالترافيولي الانسان ما يلزمش يظن باللي أشياء مجرد انسان يشو ينظر للشمس دقيقتين او نص ساعه يعني ينظر من هذا لا ولكن طول سي ليكسبوزيسيون برولونجي كما نقولوا احنا اللي تقدر تشكل خطور على العين مش يعني قضيه دقائق هذه الخطوره تمثل في واش؟ تمثل في اذا يعني الانسان الخطوره يعني كما قلت في في الموضوع تكون يعني انفعالات سطحيه اولا كما نقولوا في السطح لا كونجونكتيف ولا القرنيه حرق حرق فيها <applause> وهذا يعني مجرد يجيب الم فقط الم داخل داخل العين اما داخل يعني بالعمق بالعمق وبالطول اللي 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 يعني اكسبوزيشن برولونجي تقدر تجيب المر اللي مسمى بالكاتاراكت يعني بالريطه واذا كان الانسان يعني يتعود يعني سيكسبوز دو فاسون تري تري برولونجي لهذا ممكن يشكل خطوره على الشبكه وهذا هو الاخطر مرض في في العين الشبكه سي لا ريتينوباثي سولير ولا ممكن يقال يقال ماشي يعني كاين على كل حال لا ديجينيراسيون ماكولير ديال ممكن الشمس لي زولترافيولي ممكن يكونوا يكون احد من الاسباب نتاع لا ديجينيراسيون ماكولير ديال لاج فئات عمريه كثيره معرضه لهذ الاشعه الفوق البنفسجية. تحت, البنفسجيه تحت البنفسجيه تحت البنفسجيه انتم وين فيها الفئه يعني اللي اللي تستقبلوها اكثر عن عندكم في العيادات اللي معرضين لهذه الاشعه اللي ممكن انها تاثر في عيونهم كبار السن الاطفال الشباب الاكثر يعني متعرضين هم الاطفال ولماذا؟ على واش قلت سي لا ديوغي برولونجي يعني الطفل الصغير اللي اكسبوزي دو فاسون برولونجي يعني لاشعه الشمس ولهذا طول العمر نتاعو يدي الى خلق هذا الامراض موش في في ظرف سنه او سنتين ولكن طول العمر تاع الانسان بعد 20 سنه لازم الانسان يعلم باللي باغ اكزومبل الاشعه من من نوع الترا فيولي ا آه باش نولي الجلد كي يتعرض الانسان لي زولترافيولي ا آه ما يجيش سرطان من الجلد في ظرف عام كيما نقولوا يلون ماغازين يعني يلون ماغازين في الجلد تاعو اللي جافيولي هذا وبعد 20 سنه ممكن يشكل كونسير تاع تاع الجلد والعينين كذلك يعني لا ديميلا ما تجيش للطفل الصغير تجي الانسان اللي ب 60 سنه فما فوق ولكن المرض ما يجيش يعني مجرد يسيكسبوز بعض الساعات ولا بعض بعد, بعد سنين يعني طيب الوقايه بالنسبه خاصه للاطفال بعض المشاهدين اسر وربات بيوت تقول كيف نحمي انا ابني خاصه احنا في فصل الصيف والاطفال يحبوا يلعبوا على شواطئ برا في الشوارع كيف نحميهم من اشعه الشمس هذه بالطبع الطفل الصغير لازم يحمى من طرف نظارات نظارات ولكن نظارات عندها يعني خصصات هذه النظارات ما يلزمش يكونوا نظارات اللي تشترى هكذا في الاسواق يعني بسعر يعني صغير ضئيل جدا النظارات لازم يكون عندهم يعني اختصاصات وش ال... واش الاختصاصات هذو اولا لازم نقولوا للمشاهد باللي النظاره مش مجرد لون خاطر ماشي هما المشاهد يقول في في يعني في يعني تفكيره يقول لي ما الزجاج راه ملون بكثير يعني مقاسح يحمي بالعكس بالعكس اللون نتاع ولا اللون نتاع الزجاج ماهوش كافي باش يحمي على الالترا فيولي هذا لازم الانسان المشاهد يعلم هذا الشيء يعني الزجاج اللي يكون كما نقولوا تانتي فونسي يحمي فقط على اشعه الشمس يعني لي فقط يعني باش ما يضروش الشمس اما الالترافيولي فهو لازم ان فيلتر. فيلتر على الزجاج ممكن يكون زجاج ابيض وعنده الفلتر الترافيولي يحمي اكثر من الترافيولي من الزجاج اللي هو اسود ولا يعني لازم الانسان يتفهم هذا الشيء هذه هاد النظارات تباع الا عند المختصين ما تباعش في الطاولات كما نرى في الشوارع طبعا طبعا النظارات هذو غير موجوده في الاسواق تماما غير موجوده والانسان لازم يفهم باللي النظارات كيكون لونها قاسح تحمي فقط على يعني كثره الضوء داخل العين اما الترافيولي يعني ما تحميش عليهم هذا النوع من النظارات فيه فيه نظارات من ماركات عالميه مشهوره تباع في المراكز التجاريه الكبرى باسعار يعني باهظه الثمن ترى انها تستجيب للمعايير هذه النظارات المتوفره في السوق باهظه الثمن يعني الـ الـ سيبون الـ نظارات مليون ونص جملاين ثلاثة بلاين هي نظارات شمسيه الزجاج اللي يحمي يعني غالي هذه يعني الانسان لازم يعلم يت... هذا ل... ولازم يكون في زجاج ما يسمى بالماركاج سي او ولازم يكتب عليه يو في 400 يو في 400 معناتها بلي الترا فيولي 400 نانومتر واش كما قلت الالترا فيولي هكذا يعني الشاري لما يكون راح يشري يفهم يعني لازم يكون يفهم. طبعا UV 400. يو في 400 اذا كان ما عندوش الزجاج ما عندوش فيلتر الترا فيولي ما يحميش تماما على, 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 على هذا النوع من الاشعه طيب الاشعه ما فوق البنفسجيه انت قلت انها اشعه خطيره جد خطيره البعض تحت يقول البنفسجية. أنها تحت البنفسجيه تحت البنفسجيه تحت البنفسجيه انا, نعم. أنا فوق, فوق, فوق البنفسجية فوق الاحمر هناك اشعه ايضا تسمى بالانفاراروج هذه ما فوق الاحمر هذه الاشعه مش خطيره يعني بنفسها ولكن تشكل برك كما نقولوا حراره يعني تجيب حراره للجلد ولكن مش خطيره يعني هذه الاشعه الخطيره اللي كنت تحدث عليها تحت البنفسجيه ايه البعض يقول انها تزيد في اماكن كالشواطئ امام البحر امام الرمال صحيح هذا الفكره بالضبط بالضبط لازم الانسان يعلم باللي يعني الضوء تاع الشمس لا لوميير دي سولي كي كي تجي على الارض ينعكس ينعكس ما يسمى بالفرنسيه لا لا غيفليكسيون هادي يعني على سطح الارض الى الى العينين تنعكس بصفه 10 الى 20%. اما في اماكن خاصه فالهذا يتضاعف كيف؟ في يعني على على السواحل كما نقولوا على السواحل السطحات المائيه المائيه أو المائيه او الرمال ولا في الثلج على الثلج. الانعكاس هذاك يلحق الى 80%. على الماء على الرمل ولا على الثلج وهذا يكون الخطر اكبر على على العين على هذه نشوف الرياضيين المحترفين سواء في اللي في الثلوج يقول يعني الجبال في الثلوج او نعم حتى كلهم كلهم نظارات خاصه نعم نظارات نعم نعم تحمي من هذه الاشياء تحمي من الاشعه الترافيولي نعم طيب أه نعود دائما هذه النظارات على ماذا أه يجب ان نعتمد فقط على الماركه معينه ام انه يجب الذهاب عند الطبيب لشراء يعني أه نظاره تقينا من هذه الاشعه الضاره لازم نفوتوا عند الطبيب هذا شرط يعني اذا كان اذا كان الانسان مريض يعني عنده نقص في البصر يعني يغتنم الفرصه باه يشوف الطبيب تاعو الطبيب يدير فحص ويسجل ارقام يعني معينه لرؤيه الانسان <applause> اذا النظاره تكون فيها يعني للنظر لرؤيه باش يتحسن الرؤيه تعالي. وفي نفس الوقت يعطي وصفه باش يكتب فيها يعني نوع من الزجاج المناسب لحمايه العين بالنسبه لهذه الاشعه الالترافيوليت عموما يعني فيما يخص امراض العيون في الجزائر نعم. انت كطبيب الفتره اللي تحس انه فيه اقبال كبير على طب العيون من قبل المواطنين فتره الصيف الشتاء يعني في, ال... في, الربيع. في, في الربيع في الحساسية في الربيع. يعني كل... كل فتره عندها اختصاصيات كما كما في فصل الربيع هناك يعني الحساسيه الاليرجي الاليرجي كاين الاليرجي تجي الصدر كاين في النيت للي للي <applause> وكاين وكاين في العينين لا كونجونكتيفيت اليرجيك كيما التي تسمى بلا كونجونكتيفيت يعني المسمى لا كونجونكتيفيت هذاك يعني تتضاعف الحالات تاعها في فصل الربيع اما في الصيف فهناك يعني امراض خاصه للفصل يعني سي لي كونجونكتيفيت تاع لي فيروس كما التي تسمى بليكونجنكتيفيت ايبيديميك بلي فيروس ابولو فيروس ادينوفيروس هادو. يعني لماذا خطر الناس يتجمعوا في الاعراس في الشواطئ في كل هذه المناسبات ولهذا يعني تكثر الحالات لانه هذه الامراض معديه. طيب هذه الامراض المعديه ما بقاتش بصوره كبيره كما كانت في الماضي لانه في الماضي نعلم انه في الجزائر كانت كل سنه تسجل أمراض معدية خاصة تصيب العين، الرماد الحبيبي وأصناف أخرى، لكن استطاعت الجزائر أنها تقضي نوعاً ما على هذه الأمراض المعدية اللي كانت تنتشر في كامل المجتمعات خلال الأعوام الفارطة. كما الأمراض المعدية اللي ذكرتها يعني اللي فيروس، هذه لا يمكن الوقاية على هذا. الوقاية هي النظافة. النظافه يعني الانسان لازم يغسل يديه كل مره يعني باش يصافح مع انسان الامراض هادو تجي من طرف الايدي الايدي الملوثه بالجراثيم الانسان يعلم يعني يعني نعطي مثال بسيط كما الفيروس هذا أدينو ادينوفيروس الانسان اللي مريض بالكونجكتيفيت ادينوفيروس لو كان يمس عينيه ويحط يديه على شيء معين الفيروس يقعد في هذاك المكان منذ مده اسبوع وهذا هو اللي يشكل الخطوره يعني كيفاش تعدى هذا المرض مش مجرد الانسان يصافح ولا اليد التعوي يخليها في مكان يجي انسان واحد اخر يحط يده يدي الجلوس يديها على عينه هذا هو الوقايه الوقايه ده هي ده هي, ده هي النظافه الوقايه هي النظافه هذه هي الوقايه طيب دكتور عبد القادر مسعدي الكثير من الاطباء الجزائريين عجزوا عن تشخيص المرض هل هذا صحيح كيف يعني وصل وصل طفل مؤيد ابراهيم لهذه الحاله لا نظن المشكل تاع الطفل هذا يعني كما نقول احنا يا سي لا على ما اظن يعني على كل حال صعيب باش الانسان يعلق على مرض بدون ما يشوف المريض ولكن على ما اظن على حسب يعني الصور اللي نشوفها هذا مرض ربما ربما مسمى مسمى بالريتينوبلاستوم الوالد يقول اجرى عمليه جراحيه على العينين لكن م. من بعد صارت له هذه المضاعفات نظن المرض هذا يسمى بالريتينوبلاستوما يعني 90% هو من على ما ارى العينين بين زوج جم... العينين احنا تعمدنا يعني نظرا لانه المشهد شوي اثر في المشاهدين تعمدنا ان ما نبينوش لل... ولكن على على ما اظن على ما اظن هذا المرض يسمى بالريتينوبلاستوم. وراه في حاله يعني كما نقولوا ستاد افونسي. متقدمه. متقدمه كثيرا يعني نغتنم الفرصه باش نتكلم على هذا المرض لانه هذا المرض لازم له وقايه قبل كل شيء. يعني كاين علامات عند الطفل. هذا المرض يصيب الرضع. نعم يعني يصيب الرضع بين 12 شهر الى 24 شهر. الاغلبيه منهم يعني الحالات بين 12 شهر الى 24 شهر وعنده كاين نوع من وراثي جينيتيك وكاين حالات يعني ايزولي كما نقولوا هكذا ايزولي عند الاطفال وكما قلت هذا لازم الانسان يدير الوقايه على الامراض هذو خاطر ماشي كاين هناك حالات وعلامات علامات عند الطفل الصغير اللي تبين باللي الطفل راه عنده مرض بدافعين وبين هذه العلامات الانسان الولد ولا الام تشوف عند الولد تاعو في المومو الكحل هذا كيولي ابيض يبدا بالنسبه مقارنه بالعين الاخر تبان كما نقولوا حاجه بيضاء يعني المومو يتروح له السود تاعو يولي ابيض هذه علامه اولى العلامه الثانيه من فتره الى اخرى العين تاع الولد الصغير تاع الرضيع تدور شويه يحول كيما نقولوا هذو علامات مهمه جدا جدا ولهذا كي تشوف الام هذا لازم تروح للطبيب ويدير الفحص ويدير كيما ما يسمى بالفلون لو فوندي وبالفوندي تظهر هذه الحاله لا دو لا ولكن اذا كان ما نخلوش الطفل في هذه الحاله والامور تتعقد نلحقوا الى هذه الحالات اللي راك تشوف فيها الدور على الاولياء انهم لازم يراقبوا ملاحظه ملاحظه لازم الانسان الام كي تغسل لوليدها لازم تشوف الجلد تاعو وتشوف العين تاعو وتشوف... لازم دير ملاحظة ومن بعد الطبيب هو اللي طيب وزير الصحه اشار للاولياء الطفل المؤيد انهم ينتقلوا به لمستشفى الجلفه على ما اظن يقولوا فيها اطباء كوبيين مختصين في هذا المجال لا هناك اطباء مختصين في في جلفه ولكن في الجزائر العاصمه في قسنطينه في وران عندنا اطباء عيون اللي يقدروا يتكلفوا بهذه الامور ماهوش يعني على كل حال يعالجوا هذه الحاله هنا في الوطن نعم ولما لا؟ نقدروا ولكن في حالة راهي يعني متقدمة جدا متقدمة جدا يعني فيه يعني فيه فيه الاولياء يعني الطفل ما تحركوش يعني في الوقت اللازم المناسب ما تحركوش في الوقت المناسب وهذا حاجة مؤسفة هذه طيب أه... شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر المسعدي لحضورك معنا جيتنا من عياده منبع الرؤيه بيرمراد رايس شكرا لك وبالتوفيق لكم في العياده ان شاء الله شكرا, شكراً جزيلا لك شكراً لك لك على حضورك معنا نحاول نستضيفوك في قادم المواعيد ان شاء الله خاصه انه في فصل الصيف وتكثر امراض العيون كثيره في فصل الصيف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سهر شكرا جزيلا